العملات المشفرة كانت في قلب رحلة البحث عن العائد من أكبر شركات إدارة الأصول والثروات لأغنى العائلات في العالم رغم تراجع الزخم عليها. فبحسب مسح لبنك جولدمان ساكس، وجد أن نصف شركات إدارة الثروات العائلية التي يتعامل معها ترغب بالاستثمار في العملات المشفرة. هذا التوجه لم يأتي من فراغ، فهذه الشركات تهدف إلى تعظيم الأرباح بأي شكل ممكن، خصوصا في ظل معدلات الفائدة المنخفضة والمخاوف من ارتفاع التضخم، وهي المخاوف التي جذبت هذه الشركات إلى العملات المشفرة التي شهدت قفزات سعرية هائلة. وإلى جانب البحث عن الأرباح، فإن التوجه إلى العملات المشفرة كان بدافع من اعتقاد كثير من هذه الشركات بأن تقنية البلوكتشين التي تشغل العملات المشفرة قد يكون لها تأثير في قطاع الإنترنت في المستقبل من حيث الكفاءة والإنتاجية. ورغم التفاؤل من بعض هذه الشركات، فإن البعض الآخر لديها حذر من الاستثمار في الأصول المشفرة بسبب التقلبات السعرية الحادة التي تؤثر في قيمة الأصول على المدى الطويل. أهمية دخول شركات إدارة الثروات العائلية في قطاع العملات المشفرة لا يكمن فقط في عددها الذي يصل إلى 10,000 مكتب، بل في حجم الأصول التي تديرها والتي تقدر بنحو 6 تريليونات دولار، ليجعلها ذلك أكبر من قطاع الصناديق التحوط ككل.